ازيكم يا جماعة؟ معاكم جو. النهاردة هعمل معاكم ريفيو انبوكسنج لجهاز بروجيكتور تومي في 5. الجهاز ده فيه مميزات وامكانيات كتيرة هتعجبكم اكيد، وهتغنيكم عن حاجات كتيرة زي الشاشات اللي هي شاشات التلفزيون، وهتغنيكم عن حتى البروجيكتور اللي هي LCD وحاجات كتيرة. البروجيكتور فيه مميزات وامكانيات كتيرة هتعجبكم، ومستنيكم ايه شوف الفيديو معايا عشان تعرفوا ايه المميزات وايه الحاجات اللي موجودة في البروجيكتور. ده اليوزر مانوال يا شباب، او الكتالوج اللي هو بتاع البروجيكتور. ده الريموت كنترول اللي هو بتاع البروجيكتور، زي ما انتم شايفين في زرار بيعلي يغطي الصوت، وزرار تاني اللي هو بتاع الباك، وده الاوكي، وطبعا الاتجاهات وهكذا. ده هنا بيحول الصورة من 3D لصورة عادية او العكس. ده الكيبل اللي هو بتاع الباور بتاع الادابتور بتاع البروجيكتور. ده الادابتور نفسه زي ما انتم شايفين كده. ده السوكت بتاعه. ده الكيبل بتاع ال HDMI. دي بقى الكتالوج بتاع النظارة 3D او اليوزر مانوال بتاعها. دي النظارة 3D معنا يا شباب. النظارة دي بتيجي مع البروجيكتور زي ما انتم شايفين كده. ده كيبل USB، ده عشان تشحن بيه النظارة نفسها. ده بيبقى جاي للنظارة، ده انت بتشحن بيه النظارة نفسها. ده طبعا زي منديل او قماشة بيضة او قماشة اقصد بتنضف بيها العدسة بتاعت النظارة، او بتنضف بيها العدسة بتاعت اللينس بتاع البروجيكتور اللي هي العدسة نفسها اللي بتطلع الصورة. يلا بينا بقى يا جماعة دلوقتي نعمل ريفيو او نشوف الامكانيات والمميزات اللي الجهاز بيتميز بيها. يعني دلوقتي طبعا معانا دي المين اللي هي بتاعت البروجيكتور، تمام. اول حاجه عندنا دي الاوديو وفيديو اللي هي مكان كابل الاوديو وفيديو، وتاني حاجه معانا في كابل ال HDMI. ده لو انت مشغل مثلا حاجه من كابل ال HDMI فبتدوس عليها بتشتغل على طول. هنا طبعا الحاجه الثالثه دي اللي هي السيتنج بتاعته، بنفتحها كده. اول حاجه معانا الواي فاي، دي هنا طبعا من المميزات طبعا اللي بيمتاز بيها الجهاز ده طبعا عن بقيه الاجهزه التانية اللي موجوده في السوق، والاحتمال اساسا ما تلاقيش مميزات زيه. يعني الهوت سبوت، في واي فاي هوت سبوت. طبعا انت ممكن تشغل مثلا موبايلك، تشغل النت منه عن طريق البروجيكتور. ازاي هتعمل كونكت؟ الاول طبعا للواي فاي، هتعمل كونكت الواي فاي على الجهاز نفسه، وتخلي الجهاز يدي نت لاي جهاز تاني. يعني ممكن الجهاز يدي نت للبي سي بتاعك، ممكن الجهاز يدي نت لللابتوب بتاعك، ممكن الجهاز يدي نت للموبايل بتاعك عادي، كانه هوت سبوت زي اللي موجود في الموبايل بتاعك او كده. الحاجه الثالثه دي اللي هي في الجزئيه بتاعت السيتنج، في الوايرد نتورك اللي هو الكابل النت اللي هو العادي. الحاجة الثالثة اللي معانا دي، الرابعة أقصد، ده البلوتوث. لو أنت مثلا عايز تعمل كونكت مثلا سبيكر بلوتوث، أو هتعمل كونكت مع أي حاجة بلوتوث، فده الجزئية بتاعة البلوتوث طبعا بيدخل عليها كده أهو. بتاع
بتعمل اون للجهاز وبعد كده بيجي لك تحت الحاجات اللي هي المتاحه اللي انت ممكن تعمل كونكت عليها. في معانا الحاجه الخامسه الميراكاست. الميراكاست ده اللي هو مسؤول عن ان انت تعمل كونكت الموبايل مع البروجيكتور. ازاي؟ هندخل طبعا على الميراكاست الاول كده. تمام، هنا الميراكاست بيعمل سيرش. بس طبعا قبل ما تعمل كونكت الجهاز مستحيل هيعمل كونكت او هيلاقي الموبايل بتاعك طول ما انت مثلا فاتح نت على الموبايل من شبكه وفاتح نت على البروجيكتور من شبكه تانية. يعني لازم عشان تعمل كونكت على الموبايل مع البروجيكتور لازم تبقى فاتح واي فاي من نفس الشبكه سواء على البروجيكتور او على الموبايل. فطبعا انا فاتح الموبايل بتاعي فاتح من نفس الشبكه اللي البروجيكتور مفتوح عليها الواي فاي. تمام، بننزل تحت في الموبايل، بنيجي في الموبايل بنختار السمارت فيو. تمام، السمارت فيو في الموبايل بتاعي اهو جايب الميراكاست. تمام، بندخل نعمل كونكت عليها اهو كده. ايه، اشتغل الميراكاست على الموبايل بتاعي عادي. تمام، دي الجزئية بقى بتاعت الميراكاست. نرجع تاني نشوف بقية المميزات اللي في الجهاز. طبعا هنا البرايتنس ممكن تتحكم في الإضاءة بتاعت الجهاز. طبعا في كذا مود حسب ما انت تحب، في الهايلايت مود اللي هو بيديك اقوى اضاءة ممكنة من الجهاز، في الانرجي سيفنج مود اللي هو بيوفر الطاقة شوية فده طبعا بيقلل الاضاءة بتاعت الجهاز، وفي الخانة الاخيرة اللي هي الكستومايز مود. ده انت بتتحكم في الاضاءة زي ما انت عايز، يعني تقلل تعلي مش المودين اللي هم الاولانيين بس. في الحاجة اللي بعد كده الكيستون. كيستون ده طبعا مسؤول عن الشاشة، لو الشاشة مثلا انت بتعرض البروجيكتور بزاوية بتبقى الشاشة معوجة كده وعلى كده، فالكيستون ده بيعدل الشاشة من نفسه. الجهاز طبعا من المميزات بتاعته بعيدة عن اي بروجيكتور تاني ان هو فيه الاوتوماتيك كيستون، يعني انت لو حركت البروجيكتور كده مثلا شايفين بيعمل ازاي، هو بيظبط الشاشة مع نفسه، البروجيكتور بيظبط الشاشة طبعا مع نفسه. في بعد كده معانا البروجيكشن. ده طبعا فايدته ان هو انت مثلا لو عارض البروجيكتور مثلا معلقه بستاند او بحامل في السقف فممكن تخلي البروجيكتور مقلوب مثلا كده، البروجيكتور كده الشاشه بتاعته مقلوبه كانه متعلق بالعكس في السقف. تمام، في عندنا الحاجه الثانيه، ده كده احنا عدلنا الشاشه كده. تمام، ده اللي هو الرير بروجيكشن. تمام، لو انت عايز تعرض البروجيكتور بالرير بروجيكشن. وكده يبقى احنا ايه، شفنا المودات. طبعا ده على حسب، يعني كل مود من دول ليه استخدام على حسب استخدامك، فانت بتعمل المود زي ما انت عايز. ده طبعا الخانه اللي هي بتاعت الزوم اللي انتوا شايفينها دي بتتحكم في الحجم بتاع الشاشه. لو انت عايز الشاشه مثلا 16 على 9 مثلا، فانت ممكن تدوس كده اهو مثلا يجيب لك 4 3 بيخلي لك شاشه مربعه. ترجع ورا مثلا نخليها 16 على 10 يجيب لك شاشه عريضه زي ما انت شايف. هنا طبعا بيتحكم برضه في الشاشة. كل ده مودات انت بتظبطها على حسب ما انت عايز، يعني اللي هو مديك امكانية ان انت تعمل الشاشة اللي انت عايزها سواء بقى في الحجم او في الضوء او في العرض بتاع الصورة او كل حاجة. طبعا من المميزات برضه اللي انا نسيت اقول لكم عليها في البلوتوس ان انت ممكن تحط تعمل مثلا كونكت يعني مع بلوتوث هيدفون او مع بلوتوث سبيكر او مع ماوس طبعا او كيبورد او حاجات زي كده كتير يعني.
اللي هو اي حاجه بلوتوث هتشتغل معاك، سواء انت مثلا بتشغلها على البي سي او بتشغلها على الموبايل بتاعك عادي. ننزل نكمل بقيه بقى المميزات بتاعه البروجيكتور. في عندنا الفيديو مود ده، في بقى تحت الجنرال سيتنجز دي اللي هي بتاعه اللغه زي ما انتم شايفين، اول حاجه اللغه، وبعد كده التايب رايتنج، بعد كده الوول بيبر، بعد كده الابس اللي هي الابلكيشن على الجهاز، وفي بعد كده معانا التايم زون. تمام، نرجع بقى ورا نشوف بقيه المميزات بتاعه الجهاز. في البراوزر، طبعا البراوزر اللي هو العادي اللي هو اللي بيبقى نازل على الجهاز، تمام، تعمل عليه سيرش او اي حاجه. نرجع ورا للهوم تاني. في بعد كده معانا جوجل كروم، تمام، ادي جوجل كروم فتح معانا يا شباب. وطبعا انت لما تيجي تستخدم براوزر سواء جوجل كروم او البراوزر العادي، يفضل ان انت تحط كيبورد وماوس وايرلس، يعني لانك بتستخدم البي سي بتاعك بالظبط، بس بي سي بقى بشاشه 200 بوصه يعني. ده بقى الفايل مانجر، ده ان انت مثلا لو حاطط فلاشه او حاطط اكسترنال هارد درايف او حاجه زي كده بتدلك هنا. انا طبعا عشان ما فيش غير المين ستورج اللي هي بتاعه الجهاز نفسه، فهتبقى باينه كده. تمام، نرجع ورا. تمام، هنا ده زي ستور، زي اللي هو الاب ستور، بس ده طبعا الاب ستور او البلاي ستور، بس ده طبعا ايه، ده حاجه تانية غيره. في هنا جوجل سيتنج، وهنا الهاب كاست، وفي كودي ده زي ميديا بلاير، وفي الميديا بلاير، وفي ام اكس، كل دي يعني زي برامج بتشغل بيها الفيديوهات او الاغاني او الحاجه اللي عندك على الجهاز يعني. في طبعا زي ما انتم شايفين بعد كده نتفليكس، تمام، وفي البلاي ستور، طبعا بلاي ستور انت بتدخله، تمام، بتدخل الاكونت بتاعك بالظبط كانك فاتحه على الموبايل، يعني كانك فاتح البلاي ستور على الموبايل بتاعك، ما فيهوش مشكله، بيشتغل معاك عادي وكانك فاتحه فعليا على الموبايل، ما فيهوش اي مشكله. ده نتفليكس طبعا اللي هو بتاع الافلام والفيديوهات والاغاني والحاجات اللي هي زي كده. في بقى عندنا البرايم فيديوز اللي هي بتاعت امازون، تمام، ده زي يوتيوب بس ده حاجه خاصه بامازون، طبعا بيبقى نازل عليها سواء افلام او حاجات مسلسلات او الكلام ده كله، بس طبعا بفلوس انت بتشتريه. وفي اليوزر مانوال اللي هو بتاع الجهاز، وفي دبليو بي اس بروجيكتور، ده برضو زي بلاير كده هو للفيديوز او الافلام او الاغاني او هكذا يعني. في بقى معانا اليوتيوب، طبعا بتخش بتفتح اليوتيوب عادي كانك فاتح اليوتيوب على موبايل. تعالوا بقى يا شباب نشوف مع بعض ال 3D، نشوف مع بعض دلوقتي ال 3D. تمام، طبعا ال 3D عشان نشغله لازم نبقى مشغلينه يا شباب في ضوء، يعني خايف الضوء خفيف مش ضوء عالي زي اللي احنا فيه دلوقتي، عشان ايه ال 3D يبان كويس. تمام، ومبدئيا الفيديو ده كله متصور في النور، يعني زي ما انتم شايفين في اضاءه حوالين الجهاز والدنيا منوره، الدنيا مش مظلمه ولا حاجه. تمام، فدي صورة الجهاز في النور، يعني في النور القوي مش نور ضعيف كمان. فدلوقتي تعالوا بينا نوطي النور شوية عشان نشغل ال 3D مع بعض ونشوف ال 3D بتاع الجهاز شغال ازاي. دلوقتي احنا مطفيين النور يا جماعة، تمام؟ في فايل اللي هو فيديو نازل مع الجهاز ده، فيديو 3D. تمام، طبعا انت لو حابب تشغل اي حاجة 3D دي انت ممكن تعملها براحتك. تمام، انت تنزل اي فيلم 3D وهيشتغل معاك عادي، مفهوش اي مشكلة ولا اي حاجة. تمام، فدلوقتي يلا بينا نشغل الفيديو اللي هو 3D اللي موجود مع الجهاز ونشوفه. ده الفيديو يا جماعة، او الفيديو بيشتغل معانا. Thank you.
طبعا انت في الريموت بتتحكم بالصورة، يعني بتتحكم الصورة عايزة تبقى عاملة ازاي عن طريق الريموت. تمام يا شباب، هندوس هننزل على الليفت والرايت. بصوا بقى يا شباب، بس 3D. تعالوا كده اهو اوريكم بقى بالنضارة هيبقى عامل ازاي. ده بالنضارة يا شباب، شايفين؟ طبعا بيبقى باين اكتر من كده لو انتوا فعليا بتتفرجوا قصاد الجهاز، لكن طبعا بالنضارة مش هيبقى باين زي الحقيقة. يعني انا بصور بالنضارة مش هيبقى باين زي الحقيقة. تمام يا جماعة، تعالوا برضو يا جماعة أقول لكم المميزات والإمكانيات. تعالوا برضو يا جماعة، تعالوا برضو يا جماعة أقول لكم المميزات والإمكانيات اللي في الجهاز في الآخر عشان تعرفوا كل حاجة عن الجهاز، وعشان برضو لو في حد منكم سقط حاجة في النص يعرفها تاني. الجهاز طبعا فيه 3D وواي فاي، والجهاز سمارت أندرويد طبعا، وبيعمل كونكت مع الموبايل، في كونكت اللي هو الميرا كاست بيعمل كونكت مع الموبايل، والريزوليوشن بتاعه اب تو 4K، يعني ممكن بيشغل لك كمان فيديوهات او افلام او اي حاجه ب 4K اقصد. وجهاز كمان اب تو 4K، يعني ممكن يشغل لك افلام او اي فيديوهات 4K يعني عادي، غير طبعا ان هو فول اتش دي. ده النيتف بتاعه، النيتف بتاع الجهاز فول اتش دي. تمام، وطبعا حجم الجهاز من ضمن طبعا مميزات الجهاز ان حجمه صغير، انت ممكن تحطه فعليا في اي مكان، يعني انت ممكن تعلقه في السقف في حامل مخصص ليه، ممكن تحطه على الستاند او الترايبود بتاع الكاميرات الدي اس ال ار، او ممكن كمان ان انت يعني تتنقل بيه في كل حته. يعني غير الشاشه، انت لما بتشتري شاشه تلفزيون طبعا بتبقى حاططها في مكان معين ما بتقدرش تتحركها، خلاص سبتت. غير كده بقى انت دلوقتي معاك يعني جهاز ممكن تتحرك بيه في كل حته، وفي نفس الوقت مش هيتعبك، وخفيف، وصله خفيف طبعا اللي هو ايه، يعني انت بصبعين تمسكه فعليا. تمام، طبعا غير ال 3D، طبعا ده عشان يبقى موجود في جهاز او في شاشه، طبعا شوف انت هتدفع كام قصاده، يعني غير طبعا يعني ان هو موجود في الجهاز ده. والجهاز برضه لو جينا نقارن سعره مع الشاشات اللي هي الشاشات العالية جدا اللي هي 3D والشاشاتها كبيرة طبعا فوق ال 70 بوصة او كده، لا فالجهاز هيوفر لك كتير، انت هتدفع كتير في الشاشات اللي هي الكبيرة. تمام، فبرضو انا بقول لكم النصايح دي عشان ما حدش فيكم يروح يدفع مبالغ وهمية في شاشات او في حاجة ممكن ما تفيدهوش، وفي نفس الوقت هي يعني حتى لو هو عايز حاجة معينة من الحاجات الكبيرة دي هيدفع فيها مبالغ كبيرة. يعني طب ليه انت ممكن يعني تدفع مثلا اقل من ربع المبلغ كمان اللي ممكن تدفعه في شاشة كبيرة ب70,000 و80,000 جنيه، ممكن تدفع اقل من ربع المبلغ ده في جهاز زي كده ويديك كل الحاجات دي. فانا بقول لكم الكلام ده طبعا كنصيحة ليكم، وانتوا طبعا ايه كل واحد على حسب امكانياته، وكل واحد على حسب الحاجة اللي هو بيبقى محتاجها وكده. تمام، طبعا سعر الجهاز 12,000 يا شباب،